السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، ورسالة المؤمن باش توصل رسالة لأسيادك، باش توصل رسالة لأسيادك، وين تقول لهم المطلوب منكم تصحيح الأخطاء، أخطائكم في المنتخب والاستدعاءات والتكلم مع اللاعبين والمستوى الأول. بركونا من لعبة القط والفار، ملينا من لعبة القط والفار. صعصي فيك كما يقولك، صعيك بزاف، صعيك تعجبونا اللعابة دورهم يضربوا دورة ويروحوا. كنا حسبوكم شحال من لعاب ضرب دار تصاوير وراح، في الآخر ولينا نصيبو 2019 فينال تاع 2019. قلنا لكم من قبل، انايا انا الحمد لله يا ربي قلت لكم، قلت لكم القائمه والقائمه تاع 11 لاعب، يقولوا رجع لي شكون اللي يلعبوا اللي رابدين كوب دافريك هما اللي يلعبوا. كانت كيما قلت لكم كنا واقيلا رابحين 23 بارتيه واقيلا 25، مي كانوا ذوك النتائج الديكتاتوريه فقط. هذه موما نقولها لسيادك ولا قولها لسيدك اللي تخافوا باش تقعوش قدامه، ندخلك بلا في راسك. يجب عليه، قالوا لك لا، يجب عليك تصحيح الاخطاء بابعاد نهائيا كل لاعبين الكبار في السن واصحاب المستوى الضعيف واصحاب الاصابات المتكرره والمزمنه، لان هذه المره الجماهير الجزائرية غير مستعدة لمشاهدة مهازل أخرى، وستطلب برحيل الجميع في حال تكرر في كأس إفريقيا، وقد أعذر من أنذر. هذه حقيقة رانا نقولوا فيها، نقولها ونكررها، أنا وحدي ما نهدر أنا واش كاين في راسي، حتى أنا مانيش من الناس تاع المطبلين، انا مانيش تاع التقديس، انا عندي تقديس الرايه الوطنيه الجزائريه. انا ما روحت كوب ديمود مازلت الان غايظتني، ما على بالي تا واحد. ما شوف مازلت نورمالمون الناس راهي الناس اتيليمينات كوب ديمود مازالوا يخلصوا الاموال تاعهم لو 24 يدخلوا نورمال لي كونت. الناس مازال تخلص، ما كاش اللي يجي يغلطك، كاش اللي يجي يغلطك وما كاش اللي راه يصدق عليك. انا ما كاش اللي راه يصدق عليا، هذه نقولها لك ونعاودها لك صاحبي. مؤمن قولها لسيادك، هذه قولها لسيادك، قولها لسيدك، نقولها ونكررها للمرة الألف، لا نريد في منتخب وطني جزائري، منتخبنا، منتخب الشعب، قد كانوا ناس مقبل يدلقاك حنا ديلور ماشي معانا، حنا معاكم نتوما. لا لا لا، حرام، كاين العداله الالهيه نزلت في 10 ثواني، على بالكم بها ولا ما بالكمش؟ العداله الالهيه نزلت في 10 ثواني، ما تكذبوش علينا. ديلور طرد بسبب اي، نقول لكم كاين اللي يتساءل يقول لك كيفاش فيغولي، انا ما يقري فيغولي نبغي والله غالب، بصح الحقيقه توقال كوب دافريك فيغولي علاه مبليسي جا، علاه مبليسي المجامله. نقول لكم فاش مجامله، 61 مليار اللي كانت غادي تدخل، 60 مليار 60 مليار، 61 مليار اللي كانت باغي تدخل، لازم يحضر باش دراهم خليك. اي كاين واحد الامور، كاين صوالح. مؤمن قولها لسيدك، قولها له. أنا نهدر، لا نريد، ونقولها ونعاودها، لا نريد في منتخبنا الوطني لاعبين ذو مستوى ضعيف وكبار السن وأصحاب الإصابات المزمنة المتكررة. هذه متالي كاع خويا، شو الناس كي تخدم، والجميع كان يتكلم عن هذه الثورة. أنا قلت لكم ثورة زراعية،
اللي كانت مرتقبه في المنتخب الوطني بامكانه التحاق بعض الاسماء الجديده، لكن حقيقه الميدان تؤكد ان اغلب لاعبين المنتخب 2019 تواجه مشاكل كثيره، سواء من ناحيه نقص المنافسه او الجاهزيه، او من ناحيه البطاله والصعوبه في ايجاد نوادي يواصلون معهما مسيرتهم خلال هذا الموسم. هذا ما اخلط اوراق هذا ويعتمد كثيرا على هؤلاء اللاعبين، رغم اقصاء التاهل كاس العالم قطر والخروج من الدور الاول بنقطه واحده، خروج خرجت البعير. فالتجارب الماضيه اثبتت للجميع ان المنتخب الوطني يحتاج الى قرارات شجاعه، قرارات شجاعه باحداث تغييرات جذريه، مثل ما فعل الناخب الوطني البوسني فايد بابعاد جميع الركائز واجبارهم على الاعتزال الدولي، ليكون بعد ذلك ليكون بعد ذلك منتخب قوي بلاعبين شباب وصل بهم اول مره في تاريخ الجزائر الى الدور الثاني في كاس العالم بالبرازيل. والجميع يتذكر المقابله الشهيره والمستوى العالي امام بطل العالم منتخب الالماني الذي فاز علينا بصعوبه كبيره جدا، وبعدها يعني فاز على فرنسا بهدف لصفر في 90 دقيقة، وفاز على البرازيل في النصف النهائي بسبع أهداف في 90 دقيقة، وفاز على الأرجنتين. وين انتوا تهدروش الحقيقة؟ مساعد لوب في ذاك الوقت قال حبيب خويا شو الحبيب تاع الألمان، هذا الأرشيف، هذا الجورنال تاع الارشيف تاع 2014 عند الحبيب خونا تاع الالمان. والله يا حبيب خويا برحمه الوالدين ديره ديره ديروا لهم ديروا لهم، ولا ارسلوا لي خليني نديرها. مساعد المدرب شنو قال لهم؟ قال لهم كي ربحنا الجزائر تكلمت مع رئيس اتحاديه قال له حضر الاحتفالات بفوز كاس العالم، قال له روح حضر، قال له اهدر مع الوزير تاعك ولا اهدر مع المسؤولين يحضروا باش نديروا احتفالات كاس العالم بفوز كاس العالم. الحبيب خويا خطره انت درتها بالك في 2015 برحمه الوالدين، ارسل لي الجورنال، ارسله لي، ارسله لي شهده، ارسله لي تاع الالمان. وبعدها تحصل الجزائر على المرتبه الاولى عربيا كافضل منتخب عربي، اكثر نجاح في تاريخ مشاركات المنتخبات العربيه في نهائيات كاس العالم، يعني مرتبه 16 مع غوركي دينا مرتبه 15، هادي من بعد ولينا نتراجعوا، بعد ولينا نتراجعوا، التاجيات يضربوا انت هارب، روح قول كبروا، تفكرت، من بعد يصرحوها، غانا ماشي هي هربت وخلاتنا، على بالكم بها ولا ما على بالكمش؟ على بالكم بغانا ولا ما على بالكمش؟ انتوما كم حاسبين حنا ريفيزينا غانا؟ انتوما راكم عازمين بلي غانا كي عيطت لها البريزيد راحت، لا راكم غالطين يا جماعه، شكي راكم غالطين؟ غانا حنا ريفيزيناها، حنا ريفيزيناها، خاطر غانا كانت غادي تجي كرون كومبلي تلعب لك في وهران، ولازم حنا لهنا كي نلعبو ما نزعفوش المناصرين، لازم نقعدو نكذبو على المناصر بلي رانا نربحو جيبوتي الاخرى نربحو كيما هاكا، وكي نلقاو الصح كي نلقاو كي يحلو علينا الباب تاع الصح صاري كيما ذاك اللي قال لهم عندي حمار يزبل الدراهم، يا شراوه لك ذاك الحمار شراوه، مولا ذاك اللي شرا ذاك السخاف شراه دخله في دار، قال انايا شهر مين نحل لازم مين نحل نبرونجي في وسط الدراهم، شهر هو يقيسلو الماكله غير هاكا يقيسلو الماكله من الفوق ما يرقب ما والو، ماشي باغي يشوف الدراهم، هو غير زبل 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 شهر ديك الدار ولات غير زبل. يا قال الولاد وقال لهم شو حلوا وانا ندخل نجري غمضوا لي عيني خليني بلونجي بالدراهم، بلونجا في وسط الزبل، حنا صرالنا كيما 35 مباراة، 35 مباراة، مي قسنا روحنا مي قاسونا صرنا روحنا في الزبل ندور 35 مباراة، نورمالمون تحشموا، نورمالمون موريتانيا ما تحسبوهاش، جيبوتي ما تحسبوش، النيجر ما تحسبوش، سيراليون ما تحسبوش، زيمبابوي ما تحسبوش، الصين الأخرى كيسموها هذيك تاع بورتوانا ما تحسبوهاش، زومبيا ما تحسبوهاش، عيب تحسبوها، عيب عيب بانكم تحسبوهم، 10 تاع لي ماتش نورمال ما تحسبوهمش، تحشموا
انا نقول لك نورمالمون تحشموا. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، وان شاء الله بربي دائما معكم بجديد ان شاء الله، وربي يحفظكم. سعيدكم.